لك السكة ما في أحلى منا بالعالم. إيه على راسي وعلى عيني يا أبو الدراويش. إيه على راسي. اسمعني البيات. يا أبو الدراويش. هذا البيات ما عجبني منه. رجع للهوارة. رجع ماشي الهوارة نفس اللي على السكة كمان. فوت من السكة على الهوارة فورا. هور يا ابو الهوارة دبرها وما لا دمارة. ناس بتمشي لقدام وناس بترجع لورا. هور يا ابو الهوارة دبرها وما لا دمارة. ناس بتمشي لقدام وهورية اجت لهون طلعت وقفت على البلكون. وبدرية اجت لهون طلعت وقفت على البلكون. ومدروش حبيت مجنون وزكي ودروش بالحارة. أنا ضجت من حياة التشرد والعبودية يا رجل. لك وين ما رحنا بنتقلى من البيت بقلعونا، من عند طيفور بقلعونا، حتى من السجن قلعونا، وسجنوا المعلم طيفور. هل المعلم طيفور أحسن منا؟ أخي اللي مكتوب على الزبين ما في مهرب منه لا شمال ولا يمين، هاي حال الدنيا. أنا حياتي يا رجل ما شفت يوم هني، كل أيام سودة وغبشة وضبابية. فأنت لأنه الحق عليك، كل الحق عليك، بترفض النعمة. هاي معلم طيفور إذا لعنا بزدي ورح تقلعته حضرتك. شو دخل المعلم طيفور؟ لك شو أنت دخل المعلم طيفور؟ هلأ نحن أيام العز والتمثيل والتصوير أنت شفناها غير على أيام المعلم طيفور؟ مضبوط معك حق، أنت جبتها. شو هي اللي جبتها؟ صحيح؟ أنا رح أدعس على غلطي وأدح مشاعري كفين وأعتذر منه للمعلم طيفور. عسى ولا عل ما بتعرف. فكع عيني عليك، أنت نعتذر. أحسن شي عملته أنت بحياتك إنك قمت لي هالفيديو كليب من راسك. إيه يا عمري الله غناني عنك. بتعرف يا سيدي ألف ورقة باليوم ولا عشرة على الشجرة؟ طبعا، لأنه بيقولوا إنه ساقية جارية أحسن من النهر المقطوع. لك ليك مين هون زكي؟ أستاذ سليم. أستاذ سليم بيشوفه وبيلحظها. يا أهلا يا أهلا يا أهلا يا أهلا. لك عن جد اشتقنا. أنا بدي أقول لك شو. لك ليك مين كمان في المعلم طيفور؟ المعلم طيفور شلونك؟ هات بوسي هات بوسي. السلام عليكم. الله لا يسلم فيكم ولا عظمي ولا إذا بشوفكم هون بعد دقيقة برتكب فيكم جريمة وبروح فيها على المخفر. ها؟ لا يا عمري لا طولي بلا شوي شوي. لك اتركه منعرفه منعرف بعبعته حاجي. أصلا نحن مو جاي نسلم عليه، جاي نسلم عليك أنت. هو واحد ما بيتسلم عليه من هو. أنا بورجيك أنت وياه. طولي بلا شوي. ولك اتركني عفو. شوي يا أستاذ طيفور. اوعك تفلتوا أستاذ، هذا إذا فلت بصير مثل الوحش الكاسر، مثل التمساح عينا. سام يا شام يحكوا. ولك اتركني ها. لك يا نصر أنت يا أمي تقليع من البيت وقلعتيهم، شو بدك أحلى من هيك؟ بعدين بكرة بس يعرف طيفور إنه تقلعوا من البيت أكيد أكيد رح يرجع. بس العطرة علي أنا، جوزي ما بعرف وين أراضي. شوفي ليه؟ بقى تجيبي سيرته قدامي منوبها أحسن ما لحقت فيهن. هلا خلاص خلاص ما عاد أحكي ولا كلمة أنا. أصلا هيك على طول بيصير، على طول هيك بيصير، كل المشاكل تجي فوق راسي. يا انا يا انتو شو حصلت معكم؟ لك يا معلم طيفور نحن ما لنا موتورات سيارات. يا معلم نحن بشر ارحمنا. دخيلك ارحمنا. استاذ سليم بحكي لك كلمه طيب. يا عمري انت شايف انه مالي كلمه عند المعلم طيفور؟ صلي ساعه عم الشفاء لكم عنده وما عملت. يا خساره الخبز والملح والفلقة اللي أكلناها سوا بالقاوش واللي طلع منها أحسن الألحان وأعزبها. زكية لك زكية رد علي يا أخي.
لك شو بدك؟ لك يضرب زكي وساعد زكي، لك شو بدك؟ لك اقصى عليك يا زكي، ما كان العشم. لك حتى انت جاي تفشش فيني؟ انا المعلق المسكين، صعيمة المقال المثل، كل عنزة معلقة من كرعوبة. لك احكي لك كلمة استاذ سليم. يا عمري شوف يا استاذ طيفور، انا فنان حساس، ما بتحمل هيك مناظر. يا بتعفي عنهم بتفكهم بتنزلهم، يا اما بروح وما بقعد برجع لهون بلوب. لا تعال هلا وين تروح؟ قاعدين بدنا نحكي مشاريعنا. على مهلك على مهلك، هلا افكهم هلا افكهم. تعال ساعدني تعال. انا برجيكم انتوا الاثنين. انا الله لا يفكك بدي. شكرا يا استاذ سليم شكرا. شلون هاي من هون؟ ايدك انت، ايدك انت وياه. دبروا حالكم بقى، يلا. نفدنا لسه. انا بعرف انه قلبك كبير كثير كثير وطيب كثير كثير. يا سيدي بمناسبه الصلحه هاي عازمكم على العشاء اليوم عندي بالمطعم اللي بشتغل فيه، موافقين؟ ايه موافقين. وراح اسمعكم غنيه جديده من تاليفي والحاني وغنائي، بيقول مطلعها غني لي طقطوقه وطعميني معجوقه. يا سلام، غني لي معجوقه وطعميني طقطوقه. سليم يا سليم، غني لنا شويه من هاي الغنيه. المقطع الاول بس. ها ايه ايه. غني لي حبيبي غني لي غني لي طقطو. غني لي حبيبي غني لي غني لي معزوق. غني لي حبيبي غني لي غني لي طقطو. وطعميني يا قلبي طعميني طعميني معزوق. غني لي حبيبي بيقول لي طاع يا قلبي طاع. هي بيقول لي طاع يا قلبي طاع طاع. هي بيقول لي طاع يا قلبي طاع طاع. هي غريبي وبرزو زو زو. طعمي قلبي طاطا يا نيا اللي طا ميني اللي طا. هي قلبي طا غريب وبرزو. شكرا 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 شكرا. اللي كنا بنعرفه بالقاوش. لك شو بدك بالحكي؟ الفنان شلون ما زتيته بيجي واقف؟ لك خلصنا بلعي انت وياه، خلونا مروقين بهالقعده. مروقين معلم طيفور، ليش بدك تنزعنا قعدتنا؟ سليم بلعي. لك يسعد لي الذي خلقك على هالصوت الحلو، هيشت الجماهير وجيشت العواطف، هات لك مشقة تعال هون هات. لك تاني اللي ما بيعرفك بيجهلك. مرسي لكم يا شباب، ولو هيدا واجبنا. اهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا، نتأمل تشريفكم على طول، تفضلوا اهلا وسهلا. ولك ليش هيك لاوي حنكك وعم تحكي بالمقلوب؟ بعرفك شامي ابن شامي، ليش عم تحكي لبناني؟ ولو يا استاذ، يعني هيدي ضرورات الشغل، هيدي اللي بيسموها البرستيج. برستيج. يا اهلا وسهلا بالشباب. اهلا وسهلا يا استاذ. الاستاذ صاحب الفندق كله. اهلا وسهلا الاستاذ طيفور ابو شحمي. أهلا. ميكانيكي ومنتج تلفزيوني 3 3 3 3 جرام، يعني كبير كتير كتير كتير. الاستاذ درويش، الاستاذ زكي، فنانين مثلي. شرفتوا يا اهلا وسهلا، تفضلوا ارتاحوا. اي خدمه؟ شكرا، تفضلتوا عرفنا. شكرا لكم. شكرا. يا اهلين يا اهلين. انت منين بتعرفوا لهذا صاحب المطعم؟ هيدا يا سيدي انت ملا انت هلا انت جلس لي لسانك وبلاها البرستيج. ما في حدا غريب.
اخي هذا صاحب الفندق كان شوفير تاكسي، ياخذني ويجيبني على الحفلات، ويا ما اكلين قتل انا وياه سوا لحتى مفرقين. اجت رزقه ضمن هذا الفندق واشتراه بعدين. ورا هالفندق اجا اربع فنادق كمان، وهلا بده يضمنهم ويدخل مشروع جديد. خي سليم، يعني قلتك بيضمنني شي فندق من هالفنادق الاربعه يلي عنده؟ بسألك يا ليش تسأله انت؟ بروح انا وياك بنسأله، دق الحديد وهو حامي. شرف اخي زكي. شرف. وين عدو؟ بدنا نروح نضمن اوتيلات خيي. ولك رايح انا حل المشكله لحالي، شو دخلكم انتو؟ عدو تفضل تفضل. يعني قولتك مستعذبين ونحنا؟ لك شو بدك فيه؟ حط رجليك وايديك مي بارده، مرجوع ولنا لهون. بس شو بدك بالحكي يا ابو الزيق؟ الابرز طيش حلو بعقد. بقعد كثير، وين التفاح؟ اوجينا 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 جبنا طيفور وجينا كرمال عيونك كان رحنا جبنا وجينا اوجينا 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 جبنا طيفور وجينا كرمال عيونك كان رحنا جبنا وجينا. سبحان مغير الاحوال. اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيك يا طيفور ببيتك. خلاص امي صافي يا لبن، نحن عملنا اللي علينا، ويكون بعلمك من اليوم المعلم طيفور صدر البيت له ومو العتبه لنا، نحن اذا بدك بنقعد بالشارع برا كرمال عيون الاستاذ طيفور. لك يا عيني عليك، يهنيك بسلامته يهنيك بسلامته. الله يسلمك يا سيدي. وهي بوسه بوسه تاته كرمال المعلم طيفور الكحله. عشكان علي انا ما في اغلى من المعلم طيفور على قلبي، يعني شلون بدي اقول لك؟ يعني بحطه على راسي للمعلم طيفور. وانا كمان ما في حدا اغلى من المعلم طيفور علي، لا ليش الكذب؟ مرتي بدريه اغدى. بتصدق انه ما بعرف شلون صاير حبه كثير هلا بهي الفتره، ما بعرف ليش. بعيدك حق. يلا انت وياه روحوا انضبوا بقى، ارتاحوا، ناموا ناموا، في عنا شغل بكره كثير. ها شوف يا درويش، الزواج حياه استقرار وراحه، وامك ما لا دايمت لك، وانا كمان مو دايم لك بعد عمر طويل. مزبوط هالحكي معلم طيفور، بس انت شو دخلها؟ لا انا مو جوز امك. مزبوط 100%. يا درويش انا مثل ابوك، باكل همك وبحبك، ولاحظت بعينك اي شغله عم شغلكم فيها انت وهداك القرد الثاني. شغلتكم معي بالورشه وبالستلايت وبالسيرفيس وحتى بالفن شغلتكم. مزبوط ما فينا ننكر، بس نسيت الاوتيل. ها الله لا يوفقك، لا تجيب لي سيره الاوتيل على لسانك منوب، هي الشغله الوحيده يلي شحدتني وخلتني صير حارس ليلي، وما عم لاقي هي الشغله. انا يلي كنت وظف الناس صرت هلا عم ادور على وظيفه يشتغل فيها. بس ولا يهمك ولا يهمك، انا طيفور الشحمه، والا ما ارجع مثل ما كنت احسن. اي معلش لا تنحمق زياده، بتصير بتصير، اذا حطيت حالك براسك بتصير. نعم قصدي يعني بتصير المستقبل قدامك معلم طيفور. طبعا. خير شباب؟ نحن جايين لعندكم على المدرسة لهون مشان ناخذ شهادات. شهادة شو؟ يعني نحن ما حنخبي عليك استاذ، معروض علينا وظائف، بس قال شو؟ قال لازم يكون معنا شهادة. منين بدنا نجيب له شهادة؟ إلا بناخذها من عندكم، لأنه قاعدين لا شغلة ولا عملة نحن. بس يا أخ نحن هون بنعطي شهادة محو أمية، ما عندنا لا شهادة بكالوريا ولا كفاءة. معه أمية معه عامية ما بتفرق نحن، المهم شهادة. على عيني، احضروا الدورة وبنهاية الدورة بعطيكم الشهادة. بس شوف يعني أستاذ نحن منعرف نقرأ ونكتب، يعني ليش لحتى نحضر الدورة ونعطل أشغالنا؟ طالما بتعرفوا تقروا وتكتبوا ليش جايين لعندي؟ أنا الدورة عندي هون ليلي ما بيعرف يقرأ ويكتب. بس نحن ما معنا شهادة. يا شباب إذا بدكم شهادة من عندي لازم تحضروا الدورة، وساعتها من عيني هاي قبل هاي. بمعيتك استاذ، دبرها انت بمعرفتك، ما في داعي نحضر نحن الدورة وتعذبنا. يا شباب حضور الدورة اجباري وبتكون تخضعوا لفحص كمان، هيك القانون بيقول. ايه خلص لكان نحن استاذ بنحضر الدورة، شو عليه؟ اهلا وسهلا فيكم، تفضلوا على الصف. تفضلوا على الصف، هي لا معنى لا دفتر ولا قلم ولا ورقة. الدفاتر والاقلام من عندنا مجانا. شرف يسلموا. تفضل يلا يلا. هاي مبخره امي، بس فهميني شو بدك تساوي امي؟
أنا ملاحظة كأنه أخوكي جوزك وطيفور شغلهم مو كل الأد ماشي. جاء عبالي حط شوية فخور ونقعد ندعيلهم بلكي إن شاء الله الله بيسحب وشهم وتتيسر أمورهم. بقى هلأ أمي أنا بدعي وأنتي بترفعي إيديك وبتقولي معي آمين. يلا رح نبلش أمي.
لي من الحبة إبة. هذا اللي صار يا أستاذ أحمد. طيفور هو اللي تهجم على درويش داخل الصف، علما درويش ما أخطأ معه ولا كان قاصده أصلا، وأنا اللي طلبت منه يعطيني الجملة. هلأ الحكي اختلف معي. عفوا أستاذ، يعني أنا بعتذر وما بقى تنعاد إن شاء الله. أنا ما دخلني، هي أنت وهي الأستاذ تصفنوا مو كل بعض. أنا مستحيل أتراجع عن كلمتي وخليه يدخل على الصف إلا بعد ما يجيب ولي أمره يا أستاذ أحمد. عفوا، يعني إذا جبت ولي أمري بيمشي الحال خلاص، خلطيت القصة. ماشي الحال. ماشي يلا. السلام عليكم. عليكم السلام. هلأ معقولة طيفور طردوه من الدورة؟ لأنه صاير مشاغب كثير وفوضوي. هلأ معقول حكي اللي عم تقوله أنت؟ الأنكل طيفور الله يخليلنا يا رب صاير مشاغب، يعني أنتوا القوادي؟ ليش هيك ما عم تسدوني؟ لك ما بزل عليكم، هجم على أبو الدرويش وبده يقتله، لأولاي ما خلصوا أنا كان أدحوا قتله حشكوا ولبك، مشان هيك قلعوا الأستاذ. شو؟ شايفتك ساكت ما تحكي؟ يا حرام، القط بياكل عشاك. مثل ما عم يقول لك زكي، ليش ما عم تصدقين؟ لا انت بعرفك اكيد عامل معه شي عمله ولا عامل لك شي فصل، حتى بعرف فصولك اللي ما بتنحمل. كنك فهيم يا زكي وشاطر وبدك تنجح بالمحو تبع الاميه، بتقلي كم في بالكلمه؟ ما فهمت السؤال. طبعا ما رح تفهمه لانه هذا سؤال ما بينفهم، بس هذا ما بيمنع انك تلطميص، ها؟ لانه الاستاذ قال بعظمه لسانه انه في اربع عيون بالكلمه مو عين وحده. مزبوط، هي معك حق فيها. فيك تعدد لي اشكالهم؟ هي سهله كثير، باول الكلمه بنص الكلمه باخر الكلمه. والرابعه وين رحت فيها يا فهيم؟ ما في عين رابعه. مد ايدك، مد. شو ما في عين رابعة؟ لك في عينتين بآخر الكلمة، عين مفصولة وعين موصولة. راح أفهمك إياهم شلون. العين المفصولة بتكون مثل مفتاح الشق يلي له عقفة من تحت تبع البواجي، عرفته؟ لك مثل بعدين بقول لك عليه. هلأ في عندك العين الموصولة بتجي شلون، إلها دعكيلة ودنب راجع وإنت ورايح، يعني مثل فوتيس الباص تبع الهوب هوب. فهمتها ولا عدلك ياها؟ ايه، أصلاً أنت فهمتني ياها أكثر من الأستاذ. ايه بعد شو؟ بعد ما بحيت لي صوتي؟ الله يعين أستاذك عليك يا زكي. لك والله الشغل بالتدريس أصعب من الشغل بالمناجم، بتصدق؟ لو عم بحكي مع صخر كان فهم. لك شو قصتك أنت؟ أي بس من راسك بحياتي أنا ما شفت، ومن اللي عم خليت يقوم؟ زكي! نعم نعم أستاذ. تعال عندي لهون، تعال. حاضر أستاذ. شوف يا زكي، لا تزعل مني، أنا قسيت عليك لمصلحتك، لأنه المثل بيقول من علمني حرفا كنت له شو؟ ما بعرف. كنت له عبدا. فضاية عبدا. عبدا، وعبدا فيها عين بأول الكلمة. هلأ العين هي بدي أسألك، مفتاح شق ولا دعكولة فوتيس تبع باصل فوق؟ مفتاح شق. برافو عليك، شفت شلون تحسنت؟ شوف لقلك شغلة يا أبو الدراويش، عفوا أستاذ أبو الدراويش، يعني أنا ما بزعل منك شو ما بهدلتني وقسيت علي، لأنه بعرف عم بهدلني وتقسى علي لمصلحتي. ها يا عيني عليك، هلأ بلشت تفهم علي. بقى هلأ يا زكي الله يرضى عليك، بتفوت لجوا على غرفتك، بتحفظ الدرس منيح، كرج المي ها، وبتكتبه 30 مرة، يلا روح على غرفتك. حاضر أستاذ. زكي لا تنسى بكرة تلبس صدرية على المدرسة. بس ما قلنا الأستاذ عن الصداري. بعد ما طلعت أنت قلنا الأستاذ. صحيح أنت ليش هيك؟ مجرد ما طن الجرس بتصير برا، بطلع الحركات ما بصير، لأنه الأستاذ قال يلي ما بيجي بكرة لابس صدرية بده يقلعه من المدرسة. ما زنبك على جنبه تصطفي. ماشي طيب ما في ولا رابعه بكل العربي هي تبع الدرس. يوسم الله اسم الله وما شاء الله كيف الثقافه قامت وما عاد قعدت بهالبيت. لك بدور انا ما بحب حدا يكون اشطر مني بنوب، يعني هلا نحن لانه ثلاثتنا عم نتنافس، قولي الثالث خلص تنافس وطلع لبرا، صفينا انا وابو الدراويش عم نتنافس، ابو الدراويش اكيد بدهم يقلعوا، بضل عم بتنافس انا وحالي. بتعرفي ليش بدهم يقلعوا لابو الدراويش؟ ليه؟ لانه كثير عم بيشاغب، كثير كسلان صاير.
شوفوا لا اخي درويش شاطر وما شاء الله حوله، بعدين اللي بيحكي على اخي كانه عم يحكي علي، فهمان؟ لك لا ابد دورة حبيبتي، لك لا تزعلي، لا عم بمزح، انا بحبه كثير لابو الدرويش. اعطيني شفة قهوة ننشف حلقي وريقي. شفة بس. بدورة يعني كأنها هيك ضيقة الصدرية، يعني ما بستحكم البسها بدرس الرياضة. اي ما في صدرية بهذا اللون غير هذا القياس، بس أنا ما عم بفهم يعني أنت ليش بدك تلبسها هي الصدرية؟ طالع مثل طلاب الابتدائي بس الشناتير. يعني نحن شو مفكرة بنفرق عن طلاب الابتدائي؟ هن بيقروا وبيدرسوا ونحن كمان بنقرا وبندرسوا. اي بس أخي درويش ما اشترى صدرية مثل هي. أي اصطفل درويش، أنا مسؤول عن درويش، الأستاذ قال بده صدرية يعني بده صدرية، وأنا ما بحب خالف النظام بنوب. بدورة الله يخلي لي اياكي كويلي اياها هيك شوي، لأنه ما بدي اطلع مبهدل، كثير مجعلك بطلع مبهدل قدام رفقاتي. لا تقبرني تكرم عينك، تعالي حتى اكوي لك يا شلاح. شلاح شوي شوي بتتزعلك اكثر. ولا يهمك شلاح انت. هلا يعني بكل جمل اللغة العربية ما في غير جملة طيفور غليظ، شو قصدك؟ بدك تبهدلني قدام العالم يعني؟ معقولة أنا بهدلك يا معلم طيفور؟ شو عم تحكي أنت؟ مو معقول هذا الحكي، أنت على راسي وكرامتك من كرامة الوالدة أم درويش. شفت ما أحلى تقبر قلبي، الله يرضى عليك. وإذا أخذت الكلام عليك أنت ضدك يعني، فأنا بعتذر قدام الجميع، وهي أحلى بوسة من راسك. ها؟ خلاص، عود خلينا نحل هالمشكلة بقى. معلم طيفور من اليوم ورايح ما بقى في مشاكل بيناتنا، اخي امورنا لازم تصير تمام التمام، كل واحد بحط راسه بعقله ويدير باله لمستقبله. شو عم تحكي انت؟ هلا يعني نسيان انه الاستاذ طردني وما عاد يقبلني بالدوره؟ خلص معلم طيفور ولا يهمك، انا بكره بسقط حقي عند الاستاذ. كمان ما راح يقبل الاستاذ، مصر اني اجيب ولي امري. شو هالحكي هذا؟ هلا انت بدك تجيب له ولي امره؟ ايه امي ايه ولي امره، انت ما بتعرفي له هذا الاستاذ، استاذ ما عنده مزحه منوب، بس بسيطه، الحل عندي. فهمني كيف؟ انت الليله بدك تنام هون ولا هنيك؟ لا هنيك. شو هالحكي هذا طيفور؟ معقول تروح تنام هنيك؟ مو حلوه ام درويش، صار لي كم يوم ما نمت هنيك، خليني امرق هالليله لعندها. ايه درويش؟ قلت لي انه الحل عندك، شو هو؟ بكره الصبح بتكون هون. ها؟ وإذا أجيت الصباح شو بده يتغير يعني؟ هذا الموضوع بده تفكير، مو هيك خبط لزق. روح أنت توكل على الله. خلاص ماشي، بكرة بكون هون، يلا تصبحوا على خير. لا تتأخر علي الصبح، بدي أعمل فنجانين قهوة صباحيات وأستناك نشربهم أنا وياك. لكن لك فكري من الفرشة لهون دغري إن شاء الله. دير بالك على حالك، الله يوفقك، لا تقوم تاخذ برد. حاكم هي امزكي الحرباية ما بتدير بالها عليه. خلاص أمية طمني ما راح ياخذ برد، شرف معلم طيب. لا تخاف علي، يلا تصبحوا على خير. وأنت من أهله مع السلامة.